وكيل مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوه اللواء 116 فرقه 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليع الشخص بندقيه علي. تمام يا فندم. انت عارف فرق في المعهد اللي بصفة دي اللي بصفة دي سنه وثمان شهور يا فندم. سنه وثمان شهور تنزل اجازه كلها قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سياده. 16 و8؟ تمام سياده. انا كنت في نقطه زي دي من وانا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم انزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سياده. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه وكان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه؟ متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوبه. على وش خطوبه؟ هتخطب يعني؟ هخطب سياده ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سياده. ده في الجيش ولا؟ تمام سياده. بتدفع كام قسطاش شهري؟ بدفع 800 جنيه سياده. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح حلو والله. شكرا شكرا يا باسل. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم.